النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مساء الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انخفضت اليوم درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة وكانت أقل من معدلاتها الاعتيادية بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية مع استمرار هطول الأمطار في أغلب المناطق. وصلت درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان اليوم إلى 6 درجات مئوية. انتقالا إلى كميات هطول الأمطار التي سجلت حتى الساعة الثانية ظهر اليوم، ونبدأ بالمناطق الشمالية مثل إربد 6 ملي سجلت، أما في غرب عمان سجلت 10 ملي، والمناطق الجنوبية 4 ملي. انتقالا إلى صور الأقمار الاصطناعية للتحدث عن المنخفض، يتمركز هذا المنخفض فوق جزيرة قبرص واندفاع كميات كبيرة من السحب المطرة نحو منطقة بلاد الشام بما في ذلك الأردن، واستمرار هطول الأمطار في مختلف مناطق المملكة. أما بالنسبة لفرص هطول الثلوج تبقى فوق مرتفعات جبال الشراه. انتقالا إلى الطقس الليلة، تصل درجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان اليوم إلى 5 درجات مئوية مع استمرار هطول الأمطار وطقس شديد البرودة. أما توقعات الطقس للأيام القادمة، تصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان يوم الأحد إلى 8 درجات مئوية مع استمرار هطول الأمطار في أغلب المناطق، وليلا هناك انخفاض لافت على درجات الحرارة تصل الصغرى إلى 3 درجات مئوية. أما يوم الأثنين، تصل درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان إلى 9 درجات مئوية مع استقرار نسبي للأجواء، ليلا تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 5 درجات مئوية. أما يوم الثلاثاء، تصل العظمى إلى 9 درجات مئوية مع رياح نشطة، وليلا تصل الصغرى إلى 3 درجات مئوية وطقس شديد البرودة وهطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة. يراقب طقس العرب تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد ومع هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. توصيات من طقس العرب للإخوة بالانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم والضباب الملامسة لسطح الأرض، وأيضا الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول بسبب غزارة الأمطار في أغلب المناطق، وأخيرا استخدام وسائل التدفئة الآمنة حفاظا على سلامتكم. كان كل ذلك حتى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.